كتير جدا من الناس عايزين نتخلص من النظارة. كلنا عارفين ان في حاجة اسمها ليزك، اي صغير وكبير يجي للطفل عمره 12 سنة يقول انا عايز اعمل ليزك، طبعا ده لسه بدري، لازم اللي عايز يعمل ليزك ينتظر لغاية اما نظره يثبت وبنطمن على قرانيته ان يسمح انها تعمل ليزك، وفي الحالة دي بننقي له احسن تقنية من الليزك، بمعنى ان في تقنيات مختلفة لتصحيح النظر تختلف من شخص لاخر، ده يعتمد على مقدار قصر النظر او اذا كان في طول نظر او اذا كان في استجماتيزم او اذا كان في جفاف. مش هنخش في تقنيات الليزك، لكن يمكن احنا النهارده بنركز على ما بعد العمليه. مفروض مريض الليزك بعد ما يعمل العمليه ياخد باله من ايه؟ نمره واحد واثنين وثلاثه، المتابعه. مش معنى ان انا عملت عمليه ليزك النهارده ونظري بقى كويس انه هيفضل كويس طول العمر، لا، لأن من المعروف أن من الممكن ارتداد النظر بعد عمليات الليزك بمقدار معين بيختلف على كمية قصر النظر اللي كانت قبل العملية. نمرة 2، الجفاف اللي بيحس بيه مريض الليزك، وده شيء مشهور جدا، لازم الدكتور يقول للمريض هتحس أن فيه شوية أن كأن عينك ناشفة أو حرقان أو تراب أو رملة، وهنستخدم قطرة ملطفة هتفضل لفترة معينة وبعد كده المريض بيستغنى عنها، ممكن 6 شهور، ممكن أكتر، ممكن أسبوع، ممكن أقل، بتختلف من مريض لآخر وبتختلف مع التقنيات. يعني المريض اللي عنده جفاف بختار تقنية الفيمتو سمايل، لو عنده قصر نظر هنا بتكون نسبة الجفاف أقل عن الطريقة العادية. استخدام العين، استخدم عينك زي ما انت عايز بعد الليزك، ده مش هيفرق انها يرتد جزء من النظر يقل او ان هو ما يقلش. كمبيوتر ممكن من اول يوم عادي جدا، قادر تقعد قدام الكمبيوتر من اول يوم اقعد مفيش مشكلة، انزل في الشمس بعد العملية مفيش اي مشكلة خالص بعد اول او تاني يوم. دايما اول يوم المريض بيعاني من حرقان ودموع عشان لسه طبعا العملية بتكون في الساعات الاولى، لكن اغلب المرضى بعد اول 24 ساعة بيمارسوا اغلب حياتهم العادية، الا مثلا نزول البحر او البسين لازم نستنى 15 يوم، السيدات والميك اب والكلام ده لازم ننتظر 15 يوم، دعك العين ممنوع لمدة شهر بعد العملية. دي بعض النصائح اللي بعد الليزك. كتير من السيدات بيسألوا هل ينفع ان انا البس عدسة ملونة بعد الليزك؟ ايوه ممكن بعد مرور شهر. ما بعد الليزك مهم نعرفه زي ما قبل الليزك، واتمنى لكم الشفاء جميعا وشكرا.